بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت مسموع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، المجال مفتوح ابتداء لتلقي الأسئلة والاستفسارات عما ورد في الحلقات المرئية المسجلة. هل هناك أي أسئلة أو استفسارات متعلقة بالحلقات المرئية؟ إذا كان هناك أي سؤال أو استفسار يكتب. في الحلقة أو في اللقاء السابق اللي هو كان عصر هذا اليوم، بديلة في لقاء بديل عن لقاء الثلاثاء الماضي حيث لم يكن الصوت مسموعا، فتحت المجال لتلقي الأسئلة ولم ترد. طيب، هذا السؤال الآن يقول: دكتور، إذا كان ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وابن أخ شقيق، كيف تقسم التركة بينهم؟ هذه المسألة التي فيها زوج وأخت شقيقة وابن أخ شقيق، الزوج له، تأملوا معي حتى نطبق ما تعلمناه من الشروط. الزوج هنا له حالتان: إن وجد فرع وارث فله الربع، وإن لم يوجد فله النصف. وهذه المسألة الورثة فيها زوج وأخت شقيقة وابن أخ شقيق، إذن لا يوجد فرع وارث، فيستحق الزوج النصف. الأخت الشقيقة تأخذ النصف بشرط عدم الفرع الوارث وعدم المساوية وعدم المعصب. لا يوجد هنا فرع وارث، لا ابن ولا بنت ولا بنت ابن ولا ابن ابن، ولا يوجد إلا أخت واحدة، ولا يوجد معصبها وهو شقيقها،
إذن تأخذ أيضا النصف. ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق هذا من العصبة، وله الباقي إن وجد باق. وفي هذه المسألة إذا أردنا أن يعني نحلها نقول الزوج له النصف، والأخت الشقيقة لها النصف، وابن الأخ الشقيق له الباقي. لكن إذا ذهب الزوج بالنصف والأخت الشقيقة بالنصف الآخر، حينئذ لا يوجد باقي. ومن قواعد التعصيب المعلومة أن العصبة إن انفردوا لم يوجد في الورثة إلا عاصب أخذ المال كله، وإن وجد أصحاب فرض أخذوا الباقي بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم. وإن لم يوجد شيء بعد أصحاب الفروض كهذه المسألة نصف ونصف، سقط العاصب، يعني لا يستحق شيئا، هو له يقال له الباقي لكن لا يوجد باقي، فحينئذ لا يأخذ شيئا. واضح المسألة هذه؟ الجواب واضح؟ طيب، إذا في أي أسئلة، ترى اللقاء هذا يعني في الأصالة هو مخصص للإجابة على الأسئلة والاستفسارات، إن كان هناك أسئلة لها الأولوية. طيب، تصحيح لم أفهمه بوضوح المحاضرات المرئية. الكلام بإطلاقه يعني ما أدري استعراضه قد يأخذ وقتا، وهذه الحقيقة اللقاءات مخصصة لإيضاح الإشكالات، إن كان هناك نقاط محددة غير واضحة فاذكريها حتى أبينها إن شاء الله، ولا مانع يعني حتى لو تعددت نقاط كثيرة لا بأس، ابدأي بأولها شيئا فشيئا حتى تتضح إن شاء الله وينحل الإشكال. كيف نختار الرقم الذي نضربه في السهام؟ أولا قبل أن أجيب على هذا، أنت التأصيل عندك واضح ولا لا؟ درس التأصيل، التأصيل طبعا قبل التصحيح، ممتاز واضح. طيب، الرقم الذي نضربه في السهام تقصدين ما يسميه أهل الفرائض جزء السهم الذي يضرب في أصل المسألة وفي جميع سهام الورثة، هذا الذي تسألين عنه، ممتاز. طيب، هذا بارك الله فيك يستخرج بالنسب الأربع، بالنسب الأربع. كيف؟ يعني أولا الانكسار هو الذي يحملنا أو يدفعنا للتصحيح، بمعنى إذا وزعنا المسألة فأعطينا أصحاب الفروض فروضهم وأعطينا العصبة نصيبهم الباقي، فحينئذ إما أن تنقسم السهام عليهم، السهام المخصصة لكل وارث تنقسم بدون كسر، وحينئذ أصلا لا نحتاج إلى تصحيح لأنها أرقام صحيحة. الاحتمال الآخر أن تكون السهام المخصصة لكل فريق من الورثة، المقصود بالفريق مجموعة من الورثة يرثون نصيبا واحدا، إما أن يكون إذا كان في عصبة يكون الباقي، وإن كان في أصحاب الفروض كما نقول مثلا الأخوات الشقيقات مثلا لهن الثلثان. الثلثان أحيانا تكون 4/6 مثلا على سبيل المثال.
فحينئذ ربما تكون الشقيقات ثلاث، طيب أربعة سهام إذا قسمناها على ثلاث هذه فيها كسر، يعني كل واحدة تأخذ واحد سهم وثلث، وهذا ما يصلح. في الفرائض لابد أن نذكر سهاما بأعداد صحيحة. طيب كيف نحل هذه المشكلة؟ كيف نزيل هذه الكسور؟ إزالة هذه الكسور هي العملية التي نسميها التصحيح. هذا التصحيح يختلف العمل معه إذا كان الانكسار في فريق واحد أو في فريقين أو في ثلاثة فرق أو أربع فرق، ولا يزيد، لا يزيد الانكسار عن أربعة فرق أقصى حد له. يعني إذا وجد انكسار في المسألة فإما أن يكون انكسارا على فريق واحد، وهذه أول خطوة. إذا كان الانكسار على فريق واحد فحينئذ ننظر بين سهام هذا الفريق وبين عدد رؤوسه، ننظر بين سهام هذا الفريق وبين عدد رؤوسه، فإما أن تكون يعني عدد السهام من العلاقة بين عدد السهام وبين عدد الرؤوس تكون من المضاعفات، وفي هذه الحالة تكون منقسمة، لكن في بعض الحالات وكذلك في حالة المماثلة، يعني لو كانت مثلا عدد السهام أربعة وعدد الرؤوس أربعة فهذه منقسمة لا يوجد فيها انكسار، لو كانت ثمانية أو اثنا عشر عدد السهام وعدد الرؤوس أربعة فهذه أيضا مقسمة، لكن لو كان العكس كيف؟ لو كانت مثلا كالمثال الذي ذكرته قبل قليل، أربع شقيقات، عفوا مجموعة من الشقيقات لهن أربعة سهام، طيب إذا افترضنا أن هؤلاء الشقيقات عددهن ثمانية، معناه لما نقسم أربعة سهام على ثمانية شقيقات كل شقيقة سيأتيها نصف سهم، هذا لا يصلح لأن دخلنا في الكسر، نحن نريد التخلص من الكسور. ماذا نفعل؟ ننظر إلى العلاقة بين عدد الرؤوس وعدد السهام. هناك عند أهل الحساب عند الفرضيين وحتى عند الرياضيين، يعني طبعا كل له مسمى، الاصطلاحات قد تختلف، قد يسميه بعضهم النسبة أو النسبة هذه باسم معين وبعضهم يختار اسم آخر. الفرضيون تعارفوا على أربعة علاقات، قالوا هناك التماثل، والتماثل هذا واضح، معناه لما قل أربعة مع أربعة، ستة مع ستة، ثمانية مع ثمانية، يعني الرقمان متطابقان، هذا تماثل، هذا حينئذ تكون العلاقة انقساما. إذا كانت العلاقة بين عدد الرؤوس والسهام، إذا كانت السهام من مضاعفات الرؤوس فالعلاقة حينئذ أيضا العلاقة عفوا تكون يسمونها تداخل، لأن عدد السهام أكثر من عدد الرؤوس، فلما تكون مثلا السهام ثمانية والرؤوس أربعة معناه نقسم ثمانية على أربعة كل امرأة تأخذ سهمين، لو كانت السهام اثنا عشر والنساء ثلاث نقسم اثنا عشر على ثلاثة كل واحدة تأخذ أربع، وهكذا نجدها. إذا كانت عدد السهام أكبر وهو من مضاعفات عدد الرؤوس يعني عدد هذا الفريق فحينئذ تنقسم بلا إشكال. يبقى عندنا الحالتان التي يقع فيهما انكسار، ما هما؟ إذا كانت العلاقة توافق أو تباين. كيف توافق أو تباين؟ التوافق أن عدد السهام لا ينقسم على عدد الرؤوس، طبعا عدد الرؤوس نقصد به عدد الفريق نفسه، وهذا الفريق قد يكون من النساء كما مثلنا في الأخوات الشقيقات أو في البنات أو في بنات الابن، وقد يكون من الذكور فقط كالأبناء مثلا إذا كان لهم الباقي، وقد يكون مشتركا من بنين من ذكور وإناث مثل البنين مع البنات أو الأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء إذا كانوا عصبة بالغير.
إذا كان الفريق كله ذكورا نحسب عدد الفريق كل شخص كل أو كل رأس بواحد، وإذا كان كله إناثا أيضا نحسب كل شخص بواحد، لكن إذا اشترك الفريق يعني كان مشكلا من ذكور وإناث فإننا نحسب الذكر باثنين والأنثى بواحد. فلو كان عندنا ابنان وابنتان وزوجة مثلا، يعني مسألة هكذا، الزوجة ستأخذ الثمن والابنان والابنتان هؤلاء عصبة بالغير يأخذون الباقي. أصل المسألة سيكون من ثمانية، للزوجة ثمنها، الثمن يعني التركة، فنعطيها واحد من ثمانية، يبقى عندنا سبعة. طيب تعالوا نحسب عدد الرؤوس. لما نقول ابنين وابنتين، الابنين اثنين في ضرب اثنين لأن ذكر، المجموعة أربعة. طيب تعالوا نكمل الحساب للبنات، ابنتان باثنين أربعة زائد اثنين يساوي ستة. طيب عندنا ست، الفريق فيه ستة رؤوس وعدد السهام سبعة، معناه فيه كسر، عندنا يوجد كسر. ننظر بين عدد السهام وعدد الرؤوس، هل يوجد بينهما قاسم مشترك؟ يعني هل هناك عدد ينقسمان عليه؟ السبعة والستة لا يوجد بينهما أي قاسم مشترك. طبعا الرقم واحد ينقسم على جميع الأرقام فهو لا يعد قاسما مشتركا، لكن هل يوجد عدد رقم آخر غير الواحد ينقسم؟ لا، لا يوجد. فالعلاقة هنا يسميها الفرضيون تباين. إذا كانت العلاقة تباين هنا معنى ذلك أن عدد الرؤوس هو جزء السهم. هذا جواب السؤال الذي قبل قليل، كيف نختار الرقم الذي نضربه في السهام؟ إذا كانت العلاقة تباين هذه من أسهل ما يكون، فإننا نأخذ عدد الرؤوس، نحسب كم عدد الرؤوس ويكون هو الرقم الذي نضربه في أصل المسألة، فيخرج لنا بدل الأصل يخرج لنا المصح، ثم نضربه في سهم كل وارث من الورثة يخرج لنا نصيبه منسوبا إلى هذا المصح. فنقول مثلا ستة ضرب ثمانية، ستة هم عدد اللي هم البنين والابنتين، الابنين ضرب اثنين أربعة والابنتين اثنين مع الأربعة هذه ستة، هذا عدد الرؤوس. نضرب الستة في أصل المسألة اللي هو الثمانية، المسألة أصلها من ثمانية لأن فيها ثمن، ستة ضرب ثمانية يطلع عندنا 48، هذا مصح المسألة. ثم نضرب الستة في الواحد اللي هو سهم الزوجة يخرج لها ستة، بدل ما كانت تأخذ واحد من ثمانية أصبحت تأخذ ستة من 48، النسبة لم تتغير بالنسبة للزوجة ولا حتى لبقية الورثة، إنما إحنا نريد معالجة الكسر الموجود. نضرب الستة أيضا في السبعة، السبعة سهام الفريق بكامله، ستة في سبعة 42، 42 هذه نقسمها على عدد الرؤوس مرة أخرى، 42 نرجع ونقسمها على الستة يطلع لنا سبعة، فتأخذ كل بنت سبعة لأن نضربها سبعة في واحد، وكل ذكر سبعة ضرب اثنين لأنه محسوب باثنين، سبعة ضرب اثنين 14، وهكذا انقسمت المسألة عليهم من دون كسر. هذه في حالة التباين وإذا كان الانكسار في فريق واحد، هذا أول صورة في معالجة الانكسار، لكن في ليست هذه يعني ليس هذه الطريقة في الحل تنفع إذا كانت العلاقة هي التوافق. ما المقصود بالتوافق؟ المقصود إذا كان هناك قاسم مشترك بين عدد السهام وعدد الرؤوس. كيف؟ لو افترضنا أن رجلا مات عن زوجته
وعن 6 إخوة، مات عن زوجته وعن 6 إخوان أشقاء، كيف تقسم؟ طبعا في هذه المسألة الزوجة تستحق الربع لعدم الفرع الوارث، وسيكون أصل المسألة من 4، نعطي الزوجة 1 من 4. طيب كم الباقي؟ الإخوة الأشقاء لهم الباقي لأنهم عصبة، يأخذون ما بقي بعد الفروض، بقيت 3 أسهم من 4. 3 أسهم هم عددهم كم؟ 6، 6 أشخاص. ال3 أسهم إذا قسمناها على 6 أشخاص يصير فيها نصف، وكما قلت الكسر لا ينفع هنا، لا بد من إزالة الكسر يكون رقما صحيحا. طيب ما العلاقة بين 3 و6؟ هل هي كالعلاقة التي قبل قليل في المسألة السابقة؟ بمعنى هل يوجد قاسم مشترك بين عدد الرؤوس الورثة وبين سهامهم في التركة؟ في المسألة الأولى لا يوجد، لا يوجد قاسم مشترك، بينما في هذه المسألة بلى يوجد قاسم مشترك، لأن عدد السهام 3 وعدد الرؤوس 6، هم 6 إخوان أشقاء. فحينئذ ماذا نفعل؟ نقسم عدد الرؤوس على أكبر قاسم مشترك بين عدد الرؤوس والسهام، وهو هنا في هذه المسألة هو العدد 3، لأن 3 تقبل القسمة اللي هو عدد السهام يقبل القسمة على 3، وعدد الرؤوس هو 6 يقبل القسمة على 3، فنقسم 6 على القاسم المشترك الأكبر وهو 3، يخرج لنا ما يسمى وفق عدد الرؤوس، يعني وفق 6، عدد الرؤوس 6 قسمناها على 3 تخرج النتيجة كم؟ 2، تخرج 2، 6 تقسيم 3 النتيجة 2، 2 هذا نأخذها وتكون هي جزء السهم، فنضرب 2 في 4 في أصل المسألة اللي هي 4، لأن قلنا زوجة وستة أشقاء، 2 في 4 يخرج لنا مصح المسألة 8، ثم نضرب هذا الجزء السهم اللي هو 2 نضربه في سهام الورثة كلهم، فنأتي أولا للزوجة 2 ضرب 1 صار 2، يعني كانت تأخذ في أصل المسألة 1 من 4، لما صححنا المسألة أخذت 2 من 8. الأرقام قد تكون تغيرت لكن حقيقة النسبة لم تتغير، حصة الزوجة ما تغيرت، وكذلك بقية الورثة لا تتغير. طيب نأتي لبقية الورثة، كان نصيبهم مجتمعين 3 من 4، إذا ضربنا 2 في 3 خرج لنا 6، لكن هل هذه المرة 6 منسوبة إلى 8؟ 6 من 8، وننظر إلى 6 وعدد رؤوسهم 6، معناه لكل واحد منهم سهم واحد، وبهذا تخلصنا من الكسر، بهذا تخلصنا من الكسر. طبعا هناك عملية ينبغي لمن يقسم التركة أن يفعلها للتأكد من صحة عمله، حتى يتأكد أنه لم يقع في خطأ وأن جمعه صحيح. ما هي؟ هي أنه بعد أن ينتهي من التصحيح لا بد أن يجمع سهام الورثة، فإذا طابق مجموع السهام مصح المسألة فعمله صحيح إن شاء الله، أما إذا تبين أن المصح أقل أو أكثر مع أن المسألة مكتملة يعني ليست فيها رد أو غير ذلك فهناك معناه عنده مشكلة. لكن يتنبه أيضا إلى نقطة، وهي أنه إذا كان في المسألة عول لا بد أن يثبت العول، يعني لو كانت مسألة ازدحمت فيها الفروض فعالت مثلا من 6 إلى 7 أو عالت من 6 إلى 9، فإذا أتى استخرج الجزء السهم هذا الذي سيضربه في سهام الورثة أول ما يبدأ كما علمنا في أصل المسألة، لكن إذا كانت مسألة عائلة لا يضرب في الأصل، إنما يضرب في العول الذي عالت إليه حتى يكون عمله
صحيحا ولا يقع عنده خطأ. إذن هذا الانكسار على فريق واحد، بينت كيف نستخرج الرقم الذي يضرب فيه وهو الذي يسميه الفرضيون جزء السهم. واضح ولا لا الآن؟ تصحيح الانكسار على فريق واحد. طيب بقي عندنا إذا كان هناك انكسار على أكثر من فريق، العمل فيها قاعدته واضحة بينة. إذا كان هناك فريقان أو ثلاث فرق أو أربع فرق، فما العمل في هذه الحالة؟ نعمل نفس الخطوة الأولى التي فعلناها في الانكسار على فريق واحد، ننظر بين عدد السهام وعدد الرؤوس، هل يوجد بينهما قاسم مشترك؟ إن كان هناك قاسم مشترك فإننا نقسم عدد الرؤوس على القاسم المشترك، ثم نضع بجوار عدد الرؤوس نكتب رقما صغيرا حتى نحفظه، يسمونه المثبت. يعني كما مثلا في المسألة التي قبل قليل قلنا فيها مثلا ستة إخوة ثم قسمناها على القاسم المشترك وهو ثلاثة، خرج عندنا اثنين. اثنين هذه نكتبها بجوار الفريق، لا نستعجل. إذا كان الانكسار على فريق واحد مباشرة نأخذ هذا الرقم ونضربه في أصل المسألة أو في عولها، لكن إذا كان الانكسار على أكثر من فريق لا نستعجل، إنما نكتب هذا الرقم بجوار الفريق ويسميه الفرضيون، يسمون هذا المثبت. ثم نأتي للفريق الثاني وننظر بين عدد رؤوسه وعدد سهامه، فإذا كانت العلاقة تباين يعني لا يوجد قاسم مشترك بينهما مثل الستة والسبعة مثل العشرة والثلاثة أي رقمين لا يوجد بينهما قاسم مشترك، فإننا نثبت عدد الرؤوس بالكامل من غير اختصار ما نختصره. لكن إذا وجد قاسم مشترك بين عدد الرؤوس وعدد السهام، فإننا نقسم عدد الرؤوس عدد الورثة سواء كانوا إخوان أو أشقاء أو شقيقات أو غير ذلك من الورثة المشتركين في نصيب واحد، نقسمه على أكبر قاسم مشترك، ونتيجة هذه القسمة تكتب بجوارهم ويسمونه المثبت. ثم ننظر بين المثبتات سواء كان فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق، ننظر لهذه الأعداد التي كتبناها بجوارهم، ننظر بينها بماذا؟ بالنسب الأربع. إن كانت الأعداد لو افترضنا على سبيل المثال أنها متماثلة كلها 2 2 2 2 خلاص نكتفي بواحد منها ويكون هو جزء السهم، نضربه في جميع في أصل المسألة وفي سهام جميع الورثة. طيب ماذا لو كانت الأرقام مختلفة؟ قد تكون الأرقام 2 3 5 مثلا. في هذه الحالة أيضا نتأمل بينها، إن وجد مثلا اثنان منهما متطابقان نكتفي بأحدهما، خلاص نترك الشبيهان المتطابقان تماما نأخذ واحدا منهما ونترك الآخر، وإن كان متداخلان والمقصود بالتداخل أن الأكبر منهما ينقسم على الأصغر بدون كسر مثل الثمانية مع الأربعة ومثل الأربعة مع اثنين ومثل الستة مع الثلاثة ومثل العشرة مع الخمسة، كل هذه الأرقام ينقسم الكبير منها على الصغير من دون باقي، ومثل العشرين مع الخمسة ومثل الاثنى عشر مع اثنين، أي عددين يكون الأكبر منهما هو أحد مضاعفات الأصغر، بحيث أنه لو قسم الكبير على الصغير ما بقي شيء، في هذه الحالة نكتفي بالكبير منهما. فلو وجد عندنا مثبت اثنين ومثبت ستة خلاص نترك اثنين نأخذ الأكبر منهما، ثم ننظر لبقية المثبتات. احنا قلنا أن أكبر عدد من الفرق اللي يحصل فيها انكسار أربع فرق، انكسار على أربع فرق، عرفنا إذا كانوا متماثلين نحن نكتفي بواحد منها، لو كانت الأربع الفرق كلها متماثلة خلاص نكتفي بواحد وانتهينا، لكن لو كان اثنين منهم متماثلين والثالث مختلف نكتفي بأحد المتماثلين ثم نقارنه مع الذي بعده، إن كان رقمين ينقسم أكبرهما على أصغرهما بدون كسر خلاص نكتفي بالأكبر. طيب ننتقل للانكسار على الفريق الرابع المثبت الرابع، إن كان مطابقا للنتيجة التي وصلنا إليها اكتفينا بأحدهما، إن كان أحد الرقمين مضاعف للآخر
ينقسم الكبير على الصغير بلا كسر نكتفي بالأكبر. طيب إذا لم يكن لا متماثلا ولا الأكبر ينقسم على الأصغر، هنا نبقى أمام احتمالين، إما أن يكون بينهما بين العددين الباقيين قاسم مشترك، وفي هذه الحالة نقسم أي واحد منهما على القاسم المشترك والنتيجة نضربها في الآخر. فلو قلنا مثلا عندنا الأربعة مع الستة، الأربعة ليست الستة من مضاعفاتها، لكن يوجد بينهما قاسم مشترك، فكلا العددين الأربعة والستة يقبل القسمة على الاثنين، فالاثنين قاسم مشترك. طيب ماذا نفعل حينئذ؟ نقسم واحد منهما على القاسم المشترك ثم نضرب النتيجة في الآخر. طيب قد يقول قائل ماذا نقسم، الرقم الصغير أو الكبير؟ لا فرق، النتيجة واحدة، وسترون هذا. فلو قلنا مثلا أربعة تقسيم اثنين، النتيجة اثنين، نضرب هذه النتيجة في الرقم الآخر اللي هو ستة، اثنين ضرب ستة يخرج لنا العدد 12. طيب لو عكسنا، ما قسمنا على أربعة، قلنا ستة تقسيم اثنين، ستة تقسيم اثنين يساوي ثلاثة، نضربها في كامل العدد الآخر، ثلاثة ضرب أربعة يخرج لنا 12، فالنتيجة واحدة، سواء أخذت الأصغر وقسمت على القاسم المشترك ثم ضربت في كامل الرقم الثاني أو فعلت العكس، النتيجة واحدة. خلاصة الكلام مرة أخرى أننا ننظر بين المثبتات لكل فريق، وعرفنا كيف المثبتات، إن كان بين عدد الرؤوس وعدد السهام قاسم مشترك فإننا نختصر عدد الرؤوس بأن نقسم الرقم الموجود منها على القاسم المشترك الأكبر ونثبت الرقم بجواره، وهكذا نفعل في كل فريق. ثم ننظر بين هذه المثبتات بالنسب الأربع، إن كانت متماثلة كفانا واحد منها ونضربه في أصل المسألة أو في عولها ثم نضربه في سهام جميع الورثة، وإن كان العلاقة بينهم تداخل الكبير ينقسم على الصغير بلا كسر خلاص نكتفي بالكبير، ويكون الرقم الكبير هو العدد الذي نضربه في أصل المسألة أو في عولها ثم نضربه في سهام الورثة، وإن كان هناك أكثر من علاقة فلا بد أن يعني لا بد أن نستوعب، ما نستعجل نأخذ أول فريق وهناك انكسار في فريق آخر أو فريق ثالث أو فريق رابع، لا بد ننظر بينها كلها، إن كانت متماثلة اكتفينا بأحدها، متداخلة اكتفينا بالأكبر، إن كانت تجمع بين تماثل نكتفي بأحد المتماثلين، ثم إن وجد تداخل اكتفينا بالأكبر، مثل قلت اثنين مع الأربعة أو اثنين مع الستة أو الأربعة مع الثمانية أو الخمسة مع العشرة، نأخذ الأكبر منها ونكتفي به. ثم ننظر إذا كان بقي عندنا انكسار على فريق رابع، ننظر بين هذا العدد الذي وصلنا إليه واستنتجناه وبين الرقم الباقي، إن كان مطابقا يعني متماثلا اكتفينا بواحد منهما، وإذا لم يكونا متماثلين لكن الكبير ينقسم على الصغير نكتفي بالكبير، إن كان بينهما قاسم مشترك فنقسم أحدهما على هذا القاسم المشترك ونتيجة القسمة نضربها في كامل العدد الآخر، ويكون الرقم الذي يخرج لنا هو جزء السهم نضربه في أصل المسألة أو في العول ثم نضربه في سهام الورثة. أما إذا كانت العلاقة بين هذا الرقم مع مثبت الفريق الرابع هي التباين، بمعنى لا يوجد قاسم مشترك بينهما، فإننا نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر ويخرج لنا حينئذ جزء السهم الذي نضربه في أصل مسألة أو في عولها ثم نضربه في سهام جميع الورثة. هذا استعراض نظري لهذه المسائل الدقيقة، وهذا الكلام لا يغني بتاتا عن ما ذكره الشيخ في الشرح ولا شك على السبورة وبإيضاح الأمثلة، لكن إن كانت هناك جزئيات أو مسائل لم تتضح فيما ذكرته أو في غيره فلتكتب الأسئلة هنا. واضح ما سبق؟
إذا كانت هناك أسئلة تكتب هنا. بالنسبة للأسئلة ما لا توجد عندي أسئلة، لكن يمكن كما ذكرت يرجع للأمثلة التي ذكرها الشيخ. وكذلك هناك يعني كتب فيها تطبيقات محلولة من كتب الفرائض، موجودة حتى بعضها على النت، يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها، بمعنى تنظرين لمسائل تحلينها ثم تطابقين الحل مع التطبيقات المحلولة، تقارنين وتعرفين مواقع الخلل ومواقع الصواب في هذا. طيب، استفيد من الوقت. المجال كما ذكرت هو عيد لاستقبال الأسئلة، لكن حتى نستفيد من الوقت لا يمضي هكذا ما بقي من الوقت، نستعرض سريعا ما يتعلق بالتعصيب. التعصيب هو النوع الثاني من أنواع الإرث كما مر معنا مجملا في أول الكلام، وهو الإرث بغير تقدير. الإرث بغير تقدير، يعني عندنا الإرث إما أن يكون بالفرض، نقول نصف، ربع، سدس، ثمن، ثلث، ثلثان، وهكذا. وهناك إرث بغير تقدير. كيف بغير تقدير؟ يعني نقول هذا وارث، إن انفرد إذا لم يوجد غيره أخذ المال كله، وإن كان هناك صاحب فرض يعطى صاحب الفرض فرضه، ويكون لهذا الوارث تعصيبا يكون له الباقي بعد أصحاب الفروض. الدليل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني يعطى أصحاب الفروض فروضهم، صاحب النص يأخذ النص، صاحب الربع يأخذ الربع، هكذا. فما أبقت الفرائض، يعني إذا بقي شيء بعد أصحاب الفروض، فلأولى رجل ذكر، لأن معلوم أن العصبة إذا اجتمعوا، وما أكثر ما يجتمعون، إذا اجتمعوا فهناك منهم من يقدم على بعض فيحجب بعضهم بعضا. ومن أحكام العصبة أن من انفرد منهم أخذ المال كله إذا لم يوجد وارث صاحب فرض. من انفرد أخذ المال كله، وإذا وجد صاحب فرض فله حالتان، إما أن يبقى باق بعد أصحاب الفروض فحينئذ يأخذ الباقي، وإما أن لا يوجد باق كما في المسألة اللي مرت معنا في أول هذا اللقاء، أخ اللي هو زوج وأخت شقيقة وابن أخ شقيق. الزوج
أخذ نصيبه النصف، والزوجة أخذت، عفوا، والأخت الشقيقة أخذت نصيبها النصف الآخر، وابن الأخ الشقيق نقول له الباقي، لكن لا يوجد باقي، له الباقي إن وجد، ولم يوجد حينئذ باق فيسقط وليس له شيء. طبعا هناك من الورثة من لا يمكن أن يسقطوا أبدا. من هم؟ هم طبعا فيما يتعلق بالفروض يدخلون، يعني يوجدون أحيانا يرثون فرضا ويرثون تعصيبا. من أهل الفروض الذين لا يمكن أن يسقطوا أبدا الزوجان، يعني الزوج والزوجة، لا يمكن أن يوجد زوج ليس به مانع من موانع الإرث ونقول ليس له شيء. وفيما يتعلق بالأصول والفروع عندنا الوالدان والولدان، يعني الأب لا يمكن أن يسقط من الميراث، ما نقول إنه محجوب حجب شخص، يعني ما يحجبه شخص غير حجب الوصف اللي هو الموانع، اللي إذا كان كافر أو كان قاتلا عمدا أو ما شابه ذلك هذا موضوع آخر وليس وارثا، لكن أن يقول والله حجبه شخص آخر لا، الأب والأم لا يحجبون. وكذلك من هنا أحسنت تقول الابن، نعم الابن والبنت لا يمكن أن يحجبوا من الميراث بشخص، ما نقول والله هناك من هو أولى منهم بالميراث فحجبهم، هذا لا يمكن أن يكون. طيب إذا عرفنا هذا نجد بالتأمل أن هناك نوعين اللي هم الأب والابن، هؤلاء لا يمكن أن يحجبوا، لا يمكن أن يحجبوا، يعني نقول إنهم والله مثلا التركة استغرقت، لا يمكن أن تستغرق التركة مع وجود الابن. الابن ينقص نصيب كثير من أهل الفروض لأنه فرع وارث، ينقص نصيب الزوج من النصف إلى الربع، ينقص نصيب الزوجة من الربع إلى الثمن وهكذا، فلا يمكن أن تستغرق التركة مع وجود الابن أو مع وجود الأب. طيب التعصيب بالنفس، من هم أو أنواع التعصيب؟ عندنا تعصيب بالنفس وهم يعني الذين يرثون بأنفسهم ما يحتاجون أن يكون معهم غيرهم، وهناك تعصيب بالغير وهذا يكون في الأبناء مع البنات وفي الإخوان الأشقاء مع الأخوات الشقيقات، وكذلك في الإخوان لأب مع الأخوات لأب، وأيضا الأبناء مع بنات الأبناء. وهناك تعصيب مع الغير، تعصيب مع الغير وهذا يكون في الأخوات سواء كانت أخت شقيقة أو أخت لأب، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب فقط، الأخت الأم ما تدخل هنا، مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت، متى ما وجد في مسألة أخت شقيقة أو أخت لأب مع بنت أو بنت ابن وإن نزلت، ولم يوجد طبعا معها معصبها، يعني لا يوجد مثلا أخ شقيق، فحينئذ تكون الأخت مع البنت أو مع بنت الابن تكون عصبة مع الغير. طيب كيف عصبة مع الغير؟ يعني نعطي البنت نصيبها أو بنت الابن فرضها والأخت تأخذ الباقي عصبة مع الغير، يعني فيقولون في هذا قاعدة مختصرة، يقولون الأخوات مع البنات عصبات، وليس معنى ذلك، انتبه لابد ينتبه الجميع، ليس معنى ذلك أن الأخوات مع البنات يرثون كلهم بالتعصيب في هذه الحالة، لا، المقصود العصبة مع الغير أن البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن يأخذون ما لهم من الفرض، والأخوات سواء كنا أخوات شقيقات أو أخوات لأب يأخذن الباقي عصبة مع الغير. هنا سؤال، تقول لو كانت أخت شقيقة مع بنتين، نعم البنتان تأخذان الثلثين هذا فرضهن، والأخت الشقيقة يكون لها الباقي عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. طيب من العصبة بالنفس؟ العصبة
بالنفس هم الوارثون من الرجال جميعا، جميع الرجال باستثناء اثنين هما الزوج، فالزوج ليس من العصبة إنما يرث بالفرض، والأخ لأم أيضا ليس من العصبة وإنما يرث بالفرض. وكذلك عندنا المعتقة، هذه المعتقة طبعا كما هو واضح من اسمها ووصفها أنها من النساء، والنساء على العكس، النساء كلهن الأصل فيهن من جهة النفس يرثن بالفرض، لا يوجد عصبة بالنفس من النساء إلا المعتقة فقط. العصبة بالغير تكون يعني البنت فأكثر أو البنات مع الابن فأكثر، سواء كان مع ابن أو ابنتين أو أكثر من ذلك. لو لاحظنا البنت لو كانت وحدها منفردة لورثت بالفرض، لكن إذا كان معها معصبها أصبحت مع معصبها عصبة بالغير، عصبة بالغير. كذلك بنت الابن مع ابن الابن، وأيضا مثل ذلك يقال في الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر، ومثله يقال في الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأبي فأكثر. فهؤلاء لا يرثون بالتعصيب إلا عند وجود المعصب، فيكون هناك اشتراك بينهم ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. أما لو انفردت لم يوجد معصبها فإنها حينئذ ترث بالفرض وليس بالتعصيب. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والمجال مفتوح على البريد أو المنتدى لطرح الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.